هو الشرق الأوسط يتعرض للتغيير منذ 2006، وحينما قالت كوندريزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية، قالت نحن سنستخدم الفوضى الخلاقة. هذا أمر بات منعكس على كل الدول العربية، كل العواصم العربية سالت فيها الدماء، كل العواصم العربية سالت فيها الفتنة والمشاكل والضغط والتدخلات الدولية. بات الأمر مقلق لكل عربي، وهذا الأمر الآن يريد نتنياهو بكل بساطة أن يكرره في فلسطين. تدرك مصر جيدا أن الأمن القومي لديها في خطر، وتدرك الأردن جيدا أن الأمن القومي لديها في خطر. كذلك إذا ذهبنا إلى الجبهة الشمالية لبنان، فهذا لبنان مرتبط بثلاث أربع دول سيكون أمنها القومي في خطر، منها العراق واليمن وكذلك لبنان نفسها وأيضا سوريا، وهذا أيضا سيذهب بالمنطقة إلى أشمل من ذلك وهي إيران، ويخاض في هذا المشهد مشهد دولي كما روسيا والصين. لذلك حالة الاصطفاف والتحالفات وتغيير الخارطة السياسية هو الأقوى من تغيير الخارطة الجغرافية، لأن إسرائيل لم يعد بإمكانها أن توسع خارطتها الجغرافية نظرا لوجود محددات إقليمية بما فيها دول الطوق، وأيضا صمود الفلسطينيين وثباتهم. إذا ما ذهبنا إلى نموذج غزة، كان المفترض أن يذهبوا إلى سيناء ويهجروا إلى سيناء، وخلال أسبوع يتم انتهاء ملف غزة نهائيا. نعم. المشهد انقلب السحر فيه على الساحر، الفلسطيني صمد، المقاومة الفلسطينية في الميدان تثبت، الضفة الغربية التي كان الاحتلال يراهن على هدوئها الآن مشتعلة، وجنين ونابلس وعمليات وإطلاق نار وغيرها، بالإضافة إلى الجبهة الشمالية. لذلك كل الأمور الآن تعقدت أمام الإسرائيلي خيارين. الخيار الأول وقف إطلاق النار والذهاب إلى هدنة والحل السياسي يأخذ مجراه، وهذا ما تسير وتعمل عليه بعض الدول الوازنة. والخيار الثاني أن يذهب باتجاه الحرب الإقليمية للتهرب من المساءلة السياسية لدى نتنياهو، وأيضا لتهرب أمريكا من المشهد الذي أحدثته الآن في الشرق الأوسط بحضور حاملة الطائرات والطائرات الاف 35 والغواصة. كل هذا الحضور الأمريكي في المشهد زاد من التوتر وعقد من المسألة. فالذهاب إلى حرب إقليمية سيخفف عن الأمريكي حتى في داخل أمريكا مسألة لماذا ذهبتم بالغواصة إلى شعب فلسطيني ينشد حقه، وهذا السؤال بات الآن يسأل بشكل قوي في أمريكا. لماذا ذهبتم بحاملة الطائرات إلى البحر المتوسط؟ ما الذي تريدونه من الشعب الفلسطيني الذي لديه قوانين دولية تعطيه الحقوق؟ هذا الإجابة عليه إما بوقف إطلاق النار الفوري والحل السياسي، وإما بالتغطية على هذا المشهد التوتيري بالذهاب إلى حرب إقليمية بحجة محاربة محور الشر، محور المقاومة كما يريدون أن يسمونه، حتى يبرروا مزيد من تغيير الخارطة السياسية وليست الخارطة الجغرافية. نعم، طب في اتجاه آخر، برأيك لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بمنع تأجيج الصراع الإقليمي الذي نشب على وقع حرب غزة؟ هل ذلك يهدف إلى تشتيت الأنظار عن حرب غزة باعتقادك؟ سؤالك مهم وقوي جدا في الإجابة على هذا المشهد. يجب أن نستحضر ملف أوكرانيا. نعم. قدر تل أبيب وكييف، وهذا قدرهم واضح جدا، أن يعيشوا تحت الدم وتحت النار لسنوات طويلة حتى تكون واشنطن هادئة. هكذا يرى بايدن المشهد الأمريكي، أن الدول الكبيرة يجب أن تدخل فيها معادلة الدم، يجب محور سوريا محور روسيا أن يكون لديه انشغال مع كييف، ويجب أن يكون العرب لديهم انشغال مع إسرائيل، وهذا ما يحدث. ولذلك لا يوجد أي تبرير للتجديد العسكري الأمريكي والحشودات العسكرية الأمريكية إلا سببين. السبب الأول الغاز في البحر المتوسط الذي تنضبط تحته قائمة المطلوبات الأوروبية، وهذا أمر يؤرق الأمريكي. يجب أن يكون هناك هدوء في المنطقة، وطالما وجود حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب والضفة الغربية مشتعلة، هذا كله مؤرق لملف الغاز. ثانيا ترتيب الخارطة السياسية في المنطقة يعتمد على ما رأيناه مؤخرا من اصطفاف دولي، هناك تحالفات دولية تحت الطاولة، بعضها بدأ فوق الطاولة والآخر ينتظر عند من يفرز، هل سيفرز عند محور روسيا الصين أم سيفرز عند محور أمريكا. وعين أمريكا الآن على البحر، على منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، عين عسكرية ترهيبية، يريدون أن يظهروا كل هذا السلاح لمن يحاول أن يتردد في اتخاذ قرار بهذا التحالف. لذلك المرحلة المقبلة سنشهد عمليات ردع عسكرية مباشرة من أمريكا لبعض الأطراف، حتى تكون عبرة لدول أخرى في المنطقة، وليقال بأنه إذا لم تصطف معنا في المحور القادم
فأنت ضدنا ويجب مقاتلتك. وهذا ما قاله بوش حينما هاجم العراق، وهذا أمر طبيعي جدا لدى الأمريكي في رسم السياسة الطبيعية له لاستقرار واشنطن ونوم الأمريكي هادئ في العاصمة الأمريكية وبقاء كل العواصم تحت النار، إما تحت الفتنة إما تحت الفوضى الخلاقة.